سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. شكرا لكم البنات بزاف على التشجيع ديالكم، على لي كومونتير ديالكم الزوينين، على لي زابيل اللي كتعيطوا ليا في الواتساب، اللي كتدخلوا عندي الانستغرام. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف البنات اللي تابوناو عندي، مرحبا بهم. والبنات القدام ديال خلاص نقول لهم داركم هذه. جبت لكم هاد لا فيديو، واحد لا كوليكسيون ديال الجلبات ديال العقيق ديال الحضاريين شويه، وهذا قفيطنات هما يا دي موديل اللي وجدناهم ديال الكليان، حتى هما زبن بارطاجي معكم باش تكون الافاده للجميع. حاجه اخرى البنات، بغيت نقول لكم على لي موديل اللي كنت درت لكم في لا فيديو اللي فايته، راه ماشي ديالي، ديال واحد السيده. انا هاد العام هذا ما درتش كوليكسيون بزاف كبيره، داكشي قليل، انا عندي الخدمه وراكم عارفين مع هاد الوباء هذا شويه الخدمه ناقصه. كنبغي نقول لكم كلكم سمحوا لي بزاف بزاف، وكنتمنى مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم ونوجد لكم كاع لي كوموند ديالكم اللي بغيتو. كيف كتشوفوا معايا البنات، جليبات بالكريب، اكثر كنخدموا غير كريب، البرد خدمنا داكشي قليل. هذا قفيطين حتى هويا، التحتاني كريب والفوقاني كريب. مولاتو هذا الشيء اللي طلبات، ملبت كله بالعقيق والحجر. العقيق البنات داكشي اللي ما كيخصش لا مع التصبين لا مع الريحه لا مع حتى شي حاجه. سفيفه رقيقه، طفيره بليطو رقيقه بهذا بالصم، وهذاك الصم اللي غادي للصفر، لان عندنا تويب في الصفر. مولاتو طلبات لنا الصفر الحرير بالصفر، وقولي تبتي راسك والصم. وهذه جليبه، مهم هذه جليبه ملبسه بالعقيق. اللي بغيت نقول لكم البنات بان هذا العام كلشي جليبات تقريبا لي طوندونس هما ديال العقيق، جليبات ملبسين بالعقيق، يا حضاريين يا ما حضاريينش، لان الجليبات كيكونوا ملبسين بالعقيق تيكونوا شويه ثقيقلين، كنقولوا حنا حضاريين، ولكن دابا ولاو الناس يخرجوا بهم عاديين لان هما اللي كاينين في التوندونس. ولا كتكون الجلبه بحال هذه مطرزه شي شويه ومنبته بالعقيق، ولا هاد السفيفه هذه، ولينا هاد السفيفه ولا كيطلبوها لينا الناس، كيطلب لك العقيق كلشي عقيق بلا السفيفه. وانا جبت لكم موديلات مختلفه، شويه منا شويه من شويه منا، باش تستافدوا حتى نتوما. ولي ما فهم اللي ما غاتني تبغى تسولني لها نتوما، بحال دابا سمحوا لي، بحال دابا هانتوما هاد السفيفه وعقيق، ضروري تدخلي ديك اللمسه ديال العقيق، ضروري خصها تكون. وانا البنات كنخدم بالعقيق المزيان، البنات اللي عندي في لاباج فيسبوك كيقولوا لي بان عندي الاثمنه طالعه. البنات راه قلتها لكم، انا ما تنخدمش بالعقيق الرخيص، ما كنخدمش، ماشي ما كنخدمش بيه، ماشي كان كندفع كبير منه. انا كنخدم، كنبغي نخدم خدمه نقيه. الا كنت غنخدم 10 ديال الجلال بالعقيق ونعطيهم للناس ديالهم ويلبسوهم، التصبينه الاولى التصبينه الثانيه، يبقى داك العقيق يتلون، راه كيكون ليموني تيولي لك غوز، كيكون صفر كيولي لك حل. باش نقولها لكم، تجربه دازت قدامي والله العظيم البنات، واحد القفيطين ديال واحد السيده، مشيت انا على اساس انني ولي نخط، ماشي زعما كذبوا، ماشي كذبوا عليا، مشيت خديت العقيق على اساس العقيق مزيان. فاش داتو السيده اللي غتنبته ديال العقيق مسكينه، داك انا كنقول لهم البياسه ما تجيشني ما فيهاش داك الكارك باش كتراسيو. فاش جبت لي، فاش بقى لها داك الكارك باش تراصات الكرايون باش تراصات بقى كيبان، قالت غادي نصبنو قبل ما ندي الحياه باش ما تبقاش خاصم عليا وتقول لي وتقول لي. مسكينه ملي صبناتو ولا اللون، كان داك اللون غادي الغوج بغيك، العقيق في الغوج بغيك، ولا في واحد اللون بحال الاصفر، ولون اخر اللي كان الصفيفر عطي واحد اللمعه في الاول، ما نعاودش ليكم يا سلام، ولا غادي الكحل. وعيطت عليا وقالتها لي، قالت لي المعلمه اش كاين اش كاين اش كاين، قلت لها حبسي، حبست جابت لي القفيطين، مشيت ديتو المول العقيق، قال لي لا هذا راه ماشي العقيق مزيان. قلت لي وليني انا قلت لك عطيني العقيق اللي كناخذ منك ديما المزيان، لقينا بين الدراري اللي خدامين تماك هما اللي غلطوا، عطاوني داك العقيق، مي ماشي مشكل، عاودنا البياسه لمولاتها. ولكن البنات راه قلت لكم خصكم تعرفوا سيروا المول العقيق وسولوه، راه باكيه صغيره تقدر دير لك جوج كميمات مثلا، ولا كم، ولا دخلتي فيها شي حاجه اخرى دير لك غير كم، كناخذوها ب 70 درهم. ايوا ديري انتيا العقيق 70 درهم للباكيه، القفطه مثلا من نديرو قفطه تياخذنا بزاف، حنا نهضرو غير على الجلابه، الجلابه غتهزنا واحد 5 ولا 6 ديال الباكيات. السيده اللي كتنبتو ثمنها بوحديتو وعاد الخدمه الاخرى وعاد بزاف ديال الحوايج، ما باش نخدم انا دابا شو وليت كندير،
انا دابا راه اللي كتقول لي اللي كيقول لي الثمن تلعقيق تنقول لهم ها هو هو، تيقول لك لا غالي، تنقول له بغيتو نخدم لكم هذا الثمن. القد والقد راه النص بنص، القد والقد، ولكن اكونديسيون ما ترجعيش عندي تقول لي العقيق شف لي ولا العقيق طلق لي في الجلابه. انا كنعلمها، اللي بغات شي حاجه نقيه راه كنخدم لها بيس نقيه على حسابي، الا تبدل ليها اللون ديال العقيق تردها ليا، رد لها فلوسها فوق الطبله. وهذا ما كان، اسمحوا لي كنهضر معكم وانا معصبه، حتى فعلا جاوني دي ميساج البارح والبارح، حطيت واحد حطيتني شي جديد بات في الفيسبوك وفي لاباج فيسبوك ديالي، وجاوني بزاف 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 ديال الاسئله. قال لي كطلعي شويه الثمن، وقلت لهم اش كاين اش كاين باش ما يكونوش غالطين. حاجه اخرى البنات، هذاك المخرج اللي حطيت المخرج حتى هو راه فيه وفيه، راه كاين المخرج اللي كيدار بالكاويه، كاين المخرج اللي كيديروه غير بهادي كيديروه بماكينه تاع لوغديناتور. انا كنديرو بالكاويه، ما كنديروش بالماكينه تاع لوغديناتور. الحاجه كتخدم باليد راه كتكون غاليه، الحاجه كتخدم بالماكينه، حاجه تاع الماكينه كتكون ناقصه في الثمن. انتم غتشوفوا واحد الجلبات كنوجدهم حتى انا دفعتهم بالماكينه ديال اليد، وغتشوفوا الخدمه كيفاش دايره، وغتشوفوا هذا تشوفوا الخدمه لوغديناتور كيفاش دايره. المهم سمحوا لي كثرت عليكم الهضره، لان اصلا هذا الفيديو والله ما كنت غادي نديرها، ملي جاوني دوك لي ميساج البارح قلت غادي نديرها باش نهضر مع البنت، كنت غندير لايف ولكن عيانه ما قداش نبقى جالسه قبالت التليفون بزاف، داكشي باش لا فيديو بعدا كدير شويه بشويه، وتا كتبغي طلون ساعات كتهضر، هادشي علاش فضلت ندير لكم فيديو. وحاجه اخرى، حاجه اخرى، حاجه اخرى البنات بغيت نقول لكم، بالنسبه لهذا سولتوني على لي كاب، لي كاب ما كنديرهمش انا بزاف، لي كاب ماشي ما كنخدمهمش كاع، كنخدمهم ولكن ما كنخدم زعما كنخدم غير ليا الا بغيت، ولا ما كنخدمش لك شي حاجه اللي غادي كنديرت واحد لا كوليكسيون تكون دابا شي 3 سنين هادي صافا با مارشي، ما خدمتش ليا مزيان، ما تبعتش ليا مزيان، ما تبعوش ليا دوك لي كاب، بقاو حتى صولديتهم. تكشطات ديال الكرا كي قلتوا ليا، انا ما كنديرش تكاش ديال الكرا، كنخدم تكاش زعما اللبسات العاديين، تكاش ديال الكرا ما كنديرهمش. دعيو معايا البنات ندير ان شاء الله الحانوت ديالي، المحل ديالي، وغندير لكم داكشي. يا سلام، ندير الكشطات ونديرو قفيطنات ونديرو داكشي اللي كان عندي في الاول، مي دابا ما قلت لكم رانا عندي غير الدار، كنخيط غير في الدار، وكندير كنبريزونتي غير في داري، ما يمكنش ليا ما يمكنش نعمر بزاف وندير تكاش ديال الكرا. الكرا كيبغي بنادم داخل خارج، وراكم عارفين، وكنتمنوا الخير للجميع. حاجه اخرى، التصوير كيف نقول لكم ديما سمحوا لي على التصوير، ان شاء الله نشري لاباغاي وغادي نبقى ندير لكم لي فلوغ زوينين. و الالوان اللي قلتوا لي شنو هما الالوان اللي دارجه الموضه دابا في هذا البرد هذا، ما كاينش شي حاجه زعما سبيسيال اللي دايره، الوان تقريبا راكم عارفين في هذا البرد هذا كيكون دوك اللوينات شويه اللي مغلوقين هما اللي كي بحال مثلا هذا كاين هذا العام داك الماغون كاراميل، كاين هذا الروج بريك اللي شويه مغلوق، وكاين بزاف. انا لاحظت بزاف ديال الناس ولاو كيطلبوا جديد بس في البيض، لان البيض زعما شويه هو هماوي، انا شخصيا كيعجبني البيض، هذاك الشيء باش حطيت لكم شي جديد بس في البيض هنا تشوفوهم. المهم كنتمنى البنات يعجبوكم هاد الحويجات اللي جبت لكم، وتلقاو داك الشيء اللي بغيتو. وحاجه اخرى، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، واللي مازال ما مابونياش كنقول لها تابونا مرحبا على الرسول، الا كانت انتريسي البنات اللي مابونيت نقول لهم شكرا بزاف بزاف. وهذا ما كان البنات، وخليكم على فيديو حتى الاخر، وباي باي لكم، وكنبغيكم بزاف. Thank you.